بحب أول آية كمان اللي جت في عبرانيين 7، يقول عنه الكتاب بما أن له كهنوت لا يزول نعم فهو يبقى إلى الأبد كاهن عظيم، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين تقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. عشان كده نفسي أحبائي في هذه الحلقة وكل المشاهدين أن لا ننظر إلى المسيح مجرد إنسان عاش على أرضنا، ولا مجرد نبي مع أنه مارس النبوة زي ما سمعنا من الفاضل الأخ نزار، لكن المسيح الآن في يمين العظمة في الأعالي يشغل أعظم مكان ويقوم بأعظم عمل لكل من يؤمن به.